سرطان الثدي أكثر أنواع السرطانات شيوعاً بين النساء، وكل عام هذا النوع من السرطان يصيب مليوني امرأة حول العالم. بحسب منظمة الصحة العالمية، في عام 2018 تشير التقديرات إلى وفاة 627 ألف امرأة بسبب سرطان الثدي وأنواعه. هذا يعني أنه ما يقرب من 15% من جميع وفيات السرطان هم بين النساء. ومن أبرز العوامل اللي بتسبب سرطان الثدي هي وجود تاريخ عائلي لسرطان الثدي، وجود بعض الطفرات ولا سيما الطفرات التي تحدث في جينات الـ BRCA1 والـ BRCA2 و P53، وفي بعض الحالات البلوغ المبكر قبل عمر 12 سنة هو السبب الرئيسي في الإصابة. قبل ما ندخل في التفاصيل أكثر، حابة صراحة أرسل تحية للدكتورة فاطمة وأقول لها أنت قوية وأنت بطلة، وشكراً أنك شاركتينا تجربة شخصية، وكلامك الإيجابي هذا يخلي الواحد يعني بالعكس يصير ما يخاف. وهذه فكرة أصلاً جمعية زهرة اللي يعني لنا سنين إحنا نعرف عنها، ودائماً يبعثوا الوعي ودائماً يرسلون الرسائل الإيجابية، فأكيد تحية كبيرة لهم لأنه دورهم كبير صراحة بين السيدات. وخلينا نرحب كمان بالدكتور مهند دياب، استشاري أمراض السرطان. سعد صباحك دكتور. صباح وأهلا وسهلا فيك. صباح النور. يمكن هذا من جد الموضوع إحنا نتكلم فيه كل سنة من شهر أكتوبر، لكن كل سنة يصير شيء جديد، كانت من الحالات الجديدة، الحالات بسن مبكر، ودحين العلاج كمان صار يتجدد. صح. لكن خلينا أول شيء نبدأ، هل هو فعلا مرتبط بالوراثة، وإيش أنواع المرتبطة بالوراثة؟ فعليا 15% من الأورام السرطانية اللي خاصة بالثدي مرتبطة بالوراثة. يعني نحن في عنا جين بنسميه BRCA أو بريست كانسر، اختصارا لبريست كانسر BRCA1 و2. هذول الجينين هن مرتبطين بشكل وثيق بالسرطان الثدي. عادة لما بيكون في أكثر من حالة بالعائلة مصابة من الدرجة الأولى أو الدرجة الثانية من الأقارب، نحن بننصح دائما الستات أنه يعملوا هذا الفحص الجيني. هو عبارة عن فحص دم. أيوة. نحن بناخد عينة الدم نرسلها للمختبر ومنشيك إذا فيها الطفرة الجينية موجودة. وجود الطفرة الجينية لا يعني أنه هو أكيد 100% حيصاب، سنها موجود، لكن احتمال 70% ترتفع نسبة احتمال الإصابة. وهذا الاختبار الجيني في أي عمر تنصح به إذا كان موجود في العيلة؟ عادة هو من المفترض أنه بأي عمر نحن ممكن ننصح فيه إذا كان في حالات سابقة وبشكل قوي بالعائلة. المرضى اللي يصابوا بهذا المرض طبعا أكيد بننصحهم في كرايتيريا معينة أو اختيار معين للمرضى، نحن بننصحهم انه يعملوا هذا التست عند الاصابه كمان. دكتور بالنسبه لهذه السنه هل في فحوصات جديده تكشف عنه، وايش هي انواع الفحوصات؟ في نحن ما زال عندنا الماموجرام هو المعيار الذهبي لدينا. عندنا الماموجرام لي كثير الدكتور يعني تساؤلات وفي نظريات وقت يطلع يقول انه يعني هو اللي اصلا يسبب السرطان. فعليا في نظريه يعني الناس اللي بالشارع بتحكي عن انه الأشعة الصادرة عن الماموغرام هي ممكن تضر إطلاقاً، هي عبارة عن أشعة ضئيلة للغاية غير كافية لأحداث أي ضرر على الإطلاق بجسم الإنسان، وهو الوسيلة الوحيدة بالوقت الحالي. الوسيلة الوحيدة أو أكثر شيء دقيق، أكثر شيء مطلوب هلأ. طبعاً نحن لما نستعمل أي وسيلة أكثر دقة مثل الرنين المغناطيسي للثدي، مشكلة الرنين أنه جيد جداً لدرجة أنه ممكن يكتشف يعني تغيرات حميدة ويعطيناها كأنها خبيثة، ويؤدي لقلق في المجتمع ويؤدي إلى زيادة في الخزعات بدون ضرورة. لهذا السبب نرجع للماموغرام هو الأنسب. وفي أي عمر تنصح به أنه النساء يبدأوا بالماموغرام؟ عادة نحن ننصح فيه من 40 فما فوق. أوكي. لكن إلا إذا كان في حالات بالعائلة كثيرة أو في عنا طفرة جينية، بهالحالة نحن ننصح بألترا ساوند أو إيكو للثدي بعمر أقل من ذلك. وإيش العوامل الثانية اللي ممكن تزيد من نسبة الإصابة دكتور؟ لا، عنا نحن بالعيادة نحن عنا مشكلة أساسية بنشوفها أنه الستات كتير عم بيحطوا التليفون بالبراء أو بالصدرية خلنا نقول. أيه. هذا الموضوع نحن حكينا فيه أكثر من مرة مع الستات أنه هذا لا يجوز. أيه. بنفس المكان اللي الست عم بتحط فيه التليفون عم نلاقي نحن الأورام موجودة. أوف.
يعني اكثر من مره وطبعا عن طريق قناتكم احنا بندعو كل الستات انه هذا التصرف يجب ان يتوقف بالكامل. وايش الفكره دكتور؟ يعني هل هي الذبذبات ولا ايش؟ طبعا الذبذبات هي بتشترك بشكل مباشر باحداث السرطانات، وداخل كل هاتف في سيفتي انفورميشن بلغات اهل الارض كلها بالكامل، يعني الواحد اذا بيدور جوا بالتليفون بلاقيها. وأحد الأمور المذكورة بشكل واضح أنه هذه الإشعاعات الصادرة عن الهاتف قد تؤدي إلى السرطان، وينصح إبعادها عن سطح الجسم مسافة 1 سنتي. ويمكن دائما كمان حتى يذكروا دكتور أنه يعني لو كان بيشحن لا تتكلموا بالتليفون، ولا تحطوا وين ما تناموا جنب راسكم، يعني أشياء كثيرة صراحة لازم وضعوا على وضعية الطيران عند النوم. عند النوم كمان طبعا. طب دحين دكتور البنات يعني صاروا يوصلوا سن البلوغ بسن أبكر من اللي مفروض كان، يعني دحين صرنا نشوف بنات مثلا في السن 9 أو 10 بيوصلوا مرحلة البلوغ، هل هذا الشيء بيزيد نسبة الإصابة لما يكبروا؟ هو فعليا إذا نحكي نحن إحصائيا الإحصائية بتقول إنه نحن عندنا حوالي 1 بالمليون تحت سن 20 يصابوا بالبريست كانسر، لكن من فترة من عدة سنوات شخصنا أصغر حالة بسرطان الثدي لطفلة كان عمرها 8 سنوات. 8 سنوات تماماً، يعني هذه ما عندها صدر أصلاً. بالضبط، هذا كان مفاجئ لنا، لكن المفاجأة الأكبر كانت من جت من كندا، من زملائنا اللي هنيك اللي خبرونا عن أصغر حالة بالعالم سجلت لطفلة عمرها 2. سنتين، هذا كان بصراحة غير معهود سابقاً. نحن ما عنا فكرة كيفية العلاج للأطفال بسرطان الثدي، أطباء الأطفال المختصين بسرطانات الأطفال ما عندهم فكرة كيف يجب أن يتعاملوا مع السرطانات الثدي بشكل عام لأنها غير موجودة نوعا ما، لكن اليوم عم نشاهد تحول بهذا الموضوع، وصار لازم نحن ننتبه على يعني يمكن هذه حالات نادرة تعتبر دكتور. نادرة جدا، بس الحالات اللي موجودة الآن، يعني خلينا نتكلم على العلاجات المناعية المختلفة والمتاحة الآن خاصة في الخليج. العلاجات صارت يعني حديثة ومتقدمة لدرجة رائعة جدا. العلاجات اللي عم نعطيها نحن بالماضي ما كنا نشوف شيء بنسميه complete pathological response أو استجابة باثولوجية أو تشريحية كاملة. هذا الموضوع صرنا نشوفه كتير اليوم، يعني نحن لما نعمل العملية الجراحية لبعض السيدات بعد أعطائهم العلاجات المناعية ما منلاقي كانسر إطلاقا، لا يوجد. وفي عنا كتير سيدات كمان كان عندهم المرض منتشر في أنحاء الجسم، بعد أعطاء هي الأدوية الذكية والحديثة المرض اختفى بالكامل. في حالات من هذا النوع اليوم بتنا نشهد هذه الظاهرة أكثر من قبل. الدراسات الحديثة هلأ اليوم والمثيرة للاهتمام أكثر عم تجي من المقارنة بين خلنا نقول الحيوانات. في عنا نحن بعض أنواع الحيوانات تصاب بشكل متكرر بالسرطانات، مثل مثلا البيلوغا أحد أنواع الدلافين، واللي معروف أنه يصاب بالسرطانات أكثر الحيوانات إصابة بالسرطانات ويكاد ينقرض، يعني الكلاب والقطط بسبيل المثال. المقارنة هون أجريت مع الفيلة، الفيلة لا تصاب بالسرطانات. فاليوم بدأ العلم يدرس هذه الظاهرة، أنه ليش الفيل بيعيش سنوات طويلة لكن لا يصاب بالسرطان بينما الحيوانات الأخرى تصاب. فهذا الموضوع اللي اليوم الأدوية كمان عم تتجه باتجاه دراسة هذه الظاهرة. هذا السنة سمعنا أنه كثير عن تقنية الذكاء الاصطناعي، يمكن إحنا صرنا نشوفه في كل مجال، لكن خاصة في تشخيص الأورام، كيف بيساعد هذا الشيء؟ هل فعلاً صحيح. وهل هو دقيق؟ دقيق للغاية. وفي عنا تجربة شخصية بهذا الموضوع. البرامج اليوم، هذه البرامج الذكاء الصناعي متصلة بمئات آلاف المراكز الصحية حول العالم، تجمع هذه الداتا، تجمع هذه المعلومات، تقوم بتحليلها وفهمها. اليوم صار عندنا برامج قادرة على أعطائنا التشخيص بدقة طبيب عمره 900 سنة. هذا الموضوع اللي نحن عم نستفيد منه واللي صار رائع جدا بتشخيص سرطانات الثدي. رائع صراحة، وإن شاء الله نشوفه، يعني نفسيا كمان أعتقد يساعد كثير. يساعد دكتور. جدا كنا عم نحكي هلا قبل الهواء بشوي على موضوع أحد البرامج الذكاء الصناعي
اللي احد المرضى اللي عندي قالت انه تواصلت مع برنامج الذكاء الصناعي وكان عم بيعطيها اجوبه عن حالتها النفسيه وكيفيه اخبار اولادها عن المرض او التعاطي مع زوجها بهذا الموضوع. طلبت منها تعطيني نسخه عن المحادثه وانا وجدت الموضوع منطقي للغايه، رائع، كان طيب. في اجوبه ممتازة. طب ممتاز والله، على الأقل يعني يساعد زي ما ذكرت إنه المريض كيف يقول لأهله متى يروح للدكتور، يعني إيش النكست ستيب، لأنه مع الأوقات مع الفجعة يصير فيه دينايل، لأنه يصير إنه أنا ما أبغى أتكلم عن الموضوع. كلامك سليم. في الأخير لو نتكلم على سبل الوقاية، وإحنا يمكن دائما دكتور نحاول قد ما نقدر في البرنامج دائما نقول إنه لا تستنوا المرض يجيكم عشان تغيروا اللايف ستايل، من البداية تسووا رياضة خفيفة، كله صحي، انتبهوا على نفسكم عشان نتفادى، لكن سبل الوقاية من السرطان الثدي. طبعا الأكل باعتدال وبتنوع كافي، هذه أحد النصائح الضرورية. يقال جدا كلام عن السكر أو اللحوم، لكن هذا الموضوع لم يثبت إطلاقا علميا. ثبت العكس، أنه الأكل واللحوم والسكريات ليس لها علاقة بزيادة أو نقصان هذا الأمر إطلاقا. النصيحة الوحيدة اللي منقدمها للستات أنه الفحص المبكر هو الطريقة الوحيدة لكشف الموضوع وعلاجه بشكل كامل. شكرا لك دكتور على كل هذه المعلومات، أعطيكم ألف عافية، وإحنا يعني نتمنى لكم الصحة دائما، لكن الواحد دائما يقول أنه يبعد عن الشر ويشوف الفحص المبكر ولا سمح الله لو في شيء على الأقل نلاقي له علاج من بدري.